فاكهة صيفية يقال أن أصلها تركي، استوطنت اليمن فأحبها اليمنيون وأصبحوا من عشاقها. إنها التين الشوكي، يطلق عليها البعض ثمرة الشفاء والبعض بمعجزة المعادن والفيتامينات. والله التين هي للهضم، ممتاز للمعدة، لأشياء كثيرة يعني، كلس تسع تقوي المناعة لكل شيء. كل صباح ينتشر الباعة المتجولون في كل شارع، ورغم ارتفاع سعرها إلا أن لها زبائنها، فالكثير يفضلون أكلها صباحا بهدف التشافي، لأن أطباء التغذية ينصحون بتناولها للتخلص من الأغذية الدهنية، كما أنها تساعد على تنشيط جدران المعدة والأمعاء وتساعد على الهضم. التين له فوائد كثيرة، الذي يعرف له، لكن إحنا ما نعرف له، يعرف له لأنه يعني للسكر، للضغط، لكل حاجة فيه، لكل شيء هو أنفع، بس نحن مهملين الحاجات هذه. الفاكهة الوحيدة التي لا زالت بدون سموم أو أسمدة ولا تحتاج للكثير من الماء، وتوفر فرص عمل للعديد من الشباب الباحث عن العمل، جعلها الله شفاء ودواء لأمراض نعلمها وما لا نعلمه، فلله الحمد والشكر.